اليابان المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل 99% من إجمالي الشركات. في بريطانيا هذه المنشآت توظف 47% من إجمالي القوى العاملة. في السعودية 62% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل في قطاع التجزئة والتجارة بما فيها الفنادق والمطاعم. 11% من إجمالي ما ذهب برنامج كفالة في العام 2008 أعطيت لمنشآت جديدة، أي أن البرنامج ضمن حوالي 60 فكرة جديدة صاحبها مبادر جريء. ليس دور الحكومة أن تكون الموظف الأكبر، دور الحكومة أن تساعد في إيجاد فرص عمل. في العام 2000 استخدم لؤي ومنى خياطا خاصا إلى البيت لينفذ تصاميمهما من ثياب ليلبسها لؤي ويضع فيها تفاصيل يحبها. لم يرضى خياطو جد التقليديين تنفيذها. طبعا هو كل توب له اسم، كل موديل له اسم. الكلاينت او الزبون يجي يطلب، يقول انا بدي مثلا وناسه، بدي براوني، بدي اي ثوب، فيطلب الاسم اي ثوب. هاي اكل بيجوا ليك ورا. وبسرعه لاقت ثياب لؤي شعبيه لدى زملائه. واحد منهم قال انا يعني حامل، حتى لو التوب ب 1000 انا حامل، اعمل لي 10 ثياب. اوكي. بس وبدات كده وعملنا له، وبدا الباقيين وتطورت توسعت، بدل ما كان في خياط صار في 10 خياطين. وخلال عامين فقط وصلت مبيعات لؤي ومنى الى 75,000 ريال، فان الاوان لتوسيع المشغل والبيع من معرض. حاولت اجمع راس المال وتجمع الحمد لله، ودخلت معي شركاء اللي هم زملائي كانوا في العمل اصحاب الشركه الاولانيه. وبدأنا براس مال يعني يعتبر متواضع، يعني اللي هو 700,000 ريال. 700,000 ريال بدأتوا فيها، قديش حطيتوا من جيبتكم؟ نصها يعني 50%. الضمانات أمر لم يرغب لؤي في تقديمه لأي جهة، فهو يرى أنه مختلف ويتدبر أموره بطريقة مختلفة. فهو يشرب القهوة السعودية مع الكوفي ميت ويلبس ثوبه بالمقلوب. لؤي ارتأى أن يتدبر أمره دون اللجوء إلى الاقتراض. هل كنتوا بتقدروا تقوموا بالمشروع بدون كمالة رأس المال، يعني بال 350,000 خلينا نقول؟ أنا أقول لك، هو كان ممكن أبدأ كده، بس أنا ما حبيت أبدأ يعني أبدأ وأنا ضعيف، حبيت إنه هذه فكرة قوية لازم تبدأ قوية. ليش ما رحت لعند البنك وأخذت القرض من البنك؟ يعني حقيقة يعني يمكن يعني قدرت اني اوفر المبلغ ده بدون ما اروح لبنك، ويمكن البنك ما كان حيديني المبلغ هذا لانه انا مثلا موظف. اليوم باتت مبيعات المحلات الاربعه للشركه تصل الى اكثر من 12 مليون ريال، وتتهيأ لومار الان لمواجهه تحدي التوسع الاقليمي، ما يتطلب خبرات ومعرفه لاداره منشاه لن تبقى صغيره لفتره طويله. وهو تماما ما يدفع لؤي ومنى اليوم لبيع ثلث شركتهم الى صندوق للاستثمارات الخاصه. ان انا حبت يعني اشتغل مع افراد، عندهم يعني مش همهم بس التمويل، هو همهم التوسع، في التوسع والانتشار. فالبنك يمكن ما يهمه انت حتتوسع او ايش خططك الاستراتيجيه، يعني البنك حيديك تمويل ويقول لك اشوفك بعد السنه الجايه او اشوفك بعد 3 سنين، لكن الممول هذا لا، حيكون معايا هنا، حيشتغل معايا وانا الزمه انه هو يساعدني في اتخاذ قرارات معينه. ولان نجاح العمل او المنشاه لا ينتهي وقت الحصول على التمويل، فإن التوجيه والإرشاد يبقيان عنصراً هاماً يحتاجه المبادر لكي يحقق الاستمرارية والنمو لفكرته. الإنسان أو المنظم المنشأ البزنس لازم يعرف متى هالفكرة ما لها أي مستقبل ويوقف خسائرها في نقطة معينة. فهو لازم دائماً يفكر إذا سويت الفكرة دي ونجحت وش هي خياراتي وكيف أتوسع فيها، إذا ما نجحت كيف ممكن، يعني إذا واجهت عقبات كيف ممكن أتغلب عليها. ولكن مهم جدا ان نعرف في حاله انها بتكم ديد هورس اتس ديد هورس. ولا بد من اعطاء الاهتمام بنقل التجربه من الجيل اللي عنده الخبره الى جيل الشباب الجديد. العزيمة والجهد وتطوير الذات، الصفات التي ساعدت محمد في إنجاح فكرته هي نفسها ساهمت ببناء نجاح للومار التي أنشأها لؤي ومنى بعد أن ترك الزوجان وظيفتيهما وطورا حلما من فكرة
ارتكزت على الموهبة. مدام في هدف يعني لازم أوصل له حوصل له. يعني ممكن أشتغل على نفسي 24 ساعة، أذاكر، أدرس، أروح دورات هنا وهنا، حوصل لهدف حوصل له يعني. ولا ننكر أن التمويل هو أبرز العقبات في طريق تحقيق المبادرات. فما هي أساليب التمويل التي كانت متاحة لمحمد ولؤي ومنى وأيضا بسام الذي نتعرف عليه غداً؟